حياكم الله مشاهدينا الكرام متابعي قناه الايام الفضائيه وحلقه جديده من برنامج الوسم. انا كرار حباب، فاصل قصر وفقره فيس تو فيس، خليكم ويانا لا حد يروح بعيد. اهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في فقره فيس تو فيس، حيث الاخبار والمواضيع والاحداث والترندات المحليه والعربيه والعالميه اللي دائما ما تكون موجوده في برنامجنا برنامج الوسم. اولى فقراتنا او اولى مواضيعنا في هذه الفقره وموضوع مهم دائما ما نتحدث به، وبالفتره الاخيره صار واضح للعيان بالشارع العراقي، سواء بالمحلات التجارية، بالشركات الأهلية، بالمنازل، بالمطاعم، بكل مفاصل الحياة ستجد العمالة الأجنبية متواجدة في العراق. ما يثير الشكوك وما يثير الاستغراب هو تصريح و ذكر يعني في مواقع التواصل الاجتماعي واخذ صدى واسع لمستشار السيد رئيس دولة الوزراء، يقول فيه ان العمالة الاجنبية سنويا تخرج 600 مليون دولار خارج العراق. العمالة الاجنبية 600 مليون دولار تخرج من داخل العراق الى خارج العراق، هذا رقم كبير بصراحة. لذلك كانت آراء الناس رأي ورأي آخر مع وضد، والبعض أيضا وقف لزم على قولتهم لزمها من الوسط، ظل يباوع هنا ويباوع هنا وأيضا يعطى رأيه. هذا الموضوع موضوع يعني لازم نتحدث بإسهاب كبير اليوم، يعني نطرح أسئلة ونريد إجابتها من عندكم أنتم كمشاهدين، من المسؤولين، من الناس، من المجتمع بصورة عامة. شنو الفرق بين العمالة العراقية والعمالة الأجنبية؟ هل العامل الأجنبي يسوي أشياء ما يقدر يسويها العامل العراقي؟ هل العامل العراقي يخفق في كثير من الأمور؟ هل العامل الأجنبي هو ممتاز او جيد جدا في الاعمال اللي يكتسبها؟ هواي اسئله تثير استغراب او تثير حفيظه الناس، ممكن احنا نتكلم بها اليوم من موضوع 600 مليون دولار سنويا. هذا موضوع يعني هذا رقم مو سهل ولا عادي، رقم مخيف كبير جدا. 600 مليون دولار سنويا من الاعمال الاجنبيه. مثل ما تعرفون العراق عبر الفترات اللي مضت كانت العمالة الأجنبية هواي، بعدين صار دروب بالوضع الاقتصادي بالعراق قلت، بعدين رجع انتعش الاقتصاد العراقي زادت، فبالتالي العراق أرض خصبة للاستثمار وأرض خصبة لكسب الرزق الحلال. والعراق منذ العصور الوسطى، خلينا نقول نسميها العصور القديمة، منذ قديم الزمان العراق أرض خصبة، أرض السواد بعد هي، فدائما ما تكون أي شخص يجي يستثمر بالعراق، أي شخص يجي يعمل بالعراق، أي شخص يلقي له وظيفة أو عمل قطاع خاص، محل، أسواق، مطعم، غيرها من الأمور، منزل، راح يكسب أموال كثيرة. خلينا نشوف الموضوع وتفاصيله وأيضا نسولف أكثر بهذا الموضوع. يقول مظهر محمد صالح مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في تصريح: العمال الأجانب يحولون 600 مليون دولار سنويا خارج العراق. 600 مليون دولار خارج العراق، يعني مثلا أكو وظائف بالعراق خلينا نقول هي ممكن قليلة أو ما عندنا الخبرة الكافية بها، بس عندنا ممكن نقص مثلا بوظائف معينة. هل العامل الأجنبي يوفر لي هاي الأعمال، يقوم بهذا الدور أو هاي الوظيفة؟ يعني احنا نشوف العمالة الأجنبية بالمطاعم، بالأسواق، بالمحلات، بالشركات الأهلية، زين العامل العراقي ما يقدر يشتغل مثلا بهاي الأماكن؟ احنا نطرح تساؤلات، نطرح امور ممكن نريد نستفهم عن الوضع العام. تعرفون الاقتصاد العراقي حاليا
يعني منتعش الحمد لله والشكر بفضل كثير من الأمور اللي ساعدت إنه الاقتصاد ينتعش. أيضا حكومة جديدة وفرت كثير من الأمور، جاي تشتغل، جاي تبني، جاي تعمر. بنفس الوقت النفط موجود، الزراعة، الزراعة بالعراق يعني مثل ما تعرفون بالآونة الأخيرة بدينا نشوف على أرض الواقع، يعني شلون أسمي لكم إياها، بدينا نشوف على أرض الواقع إنه أكو أرض خصبة، أكو زراعة، أكو ناتج يطلع، أكو يعني يعني نحو الثمار بعد ما نجي بموسم نشوف أكو موجودة. زين ليش ما نزيد أكثر؟ ليش ما نكثر من هاي الأمور؟ وايد تساؤلات نطرحها. لذلك أول موضوع مثل ما قلت لكم هو موضوع العمالة الأجنبية، موجود بالعراق كل شيء، اقتصاد، فلوس، أعمال، استثمارات، كل شيء موجود. لذلك خلينا نشوف رأي الناس بموضوع 600 مليون دولار اللي يحولها العامل الأجنبي من داخل العراق إلى خارج العراق. يقول أياد: والله تارسين العراق وأجورهم خيالية وأغلبهم داخلين بطرق غير شرعية. هنا احنا نوقف، إذا داخل بطريقة غير شرعية يجب أن يحاسب، ويحاسب من دخله. اليوم إذا ما عندي كل بيانات الأشخاص اللي تدخل داخل العراق، اللي داخل بطريقة غير شرعية يجب أن يحاسب أو يرحل. شنو هي قوانين أو روتين الدولة؟ يقول: والعراقي باقي بدون عمل، وحتى إن وجد عمل يكون بأقل الأجور ما نتكلم به. ليس من باب قطع الرزق، لكن يجب أن تكون الأولوية للعراقي على الأجنبي، وينظم عمل الأجانب بنسب محدودة. الدولة حاليا عندها إنجاز تطلق الرواتب الإعانة الاجتماعية، وهذا إنجاز عظيم، في حين لو توفرت فرص عمل مع ضمان للعامل لاستغنى الكثير عن هذه الإعانات. إن كنت تدري فتلك مصيبة، وإن كنت لا تدري فتلك مصيبة أعظم. حسب ما هو كاتب، مو أنا ما ذكرت، هو كاتب، أنا لو قايل هيك: فإن كنت تعلم أو إن كنت تدري أو إن كنت بعد هو كيف. مرتضى المعمار يقولوا: بنفس الوقت القطاع الخاص مستفاد من ناتج عملهم، الطرفين محققين مكسب، وآخر فترة حتى أسواق العمل بدأت تنهض، وأسلوب التسويق والبيع بعدد كبير منها مثل الفنادق والمطاعم والمولات بدأ يتغير بسبب خبرات السوريين واللبنانيين وغيرهم. هذا رأي مرتضى المعمار. رأي آخر من قبل عيسى يقول: بالعافية عليهم، العوز أجبرهم على الغربة وكسب الرزق. أما عبد الله يقول: وإحنا كاتلنا العوز، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آخر تعليق من لينا تقول: كل الجنسيات مسموح لها العمل بالعراق إلا العراقي ممنوع عليه العمل. هذا كان يعني صورة مصغرة من آراء الناس حول هذا الموضوع، رأي ورأي آخر، البعض مع البعض ضد. البعض يقول: أنا ما لي علاقة، ما واصل يم شغلي ولا واصل يم عملي. أيضا طبعا هو هذا كان آخر تعليق بخصوص موضوعنا الأول. أيضا أكو أمور يجب أنه نتحدث بيها، يعني بصراحة العامل العراقي أو الإنسان العراقي البسيط يجب أنه يأخذ فرصته بالعمل، يجب أنه يأخذ مكانته بالعمل. بالنهاية الاستفادة راح تكون داخل البلد، من أنت تنطي إجور وراح يشتغل، راح يصرف ويدور هاي الفلوس داخل البلد. أما العامل الأجنبي فما راح يصرفها داخل البلد، راح يطلعها خارج البلد. زين يعني مطلعهم لصعبة. فبالنهاية الموضوع يراد له دراسة، ويراد له شوية نظرة، ويراد له حتى خبرات. يعني مثلا أنا من أجيب عمالة أجنبية، خل أشوف العمالة العراقية، إذا ما تحقق لي هذا الدور أو هذا العمل
ما أنا ممكن أنقل لهم هاي الخبرة وأخليهم يشتغلون بهذا العمل بسيطة جدا، بحيث يبقى يعني تداول الأموال داخل العراق داخل المحافظات. ليش ما أنا أطلعها برا وبعدين شلون أجيبها بصعوبة؟ فالموضوع مثل ما قلت لكم يراد لدراسة. هذا كان أول موضوع في فقرتنا الأولى، فقرة فيس تو فيس، اللي هو موضوع العمالة الأجنبية. موضوعنا الثاني مثل ما قلت لكم البلد شهد حالة من الإعمار، حالة من شيء حلو من الأخير نحكيها بالدارج، جاي نباوع شغلات حلوة سواء في بغداد أو حتى باقي المحافظات، جاي نباوع شوارع نظيفة تبليطها زين، جاي نباوع تنزهات، جاي نباوع حدائق عامة، جاي نباوع إعمار بالكثير من الأمور. وصل إلى القطاع الصحي، المستشفيات. في كل بلدان العالم يجب أن تكون هذه البناية اللي هي بناية المستشفى من أنظف وأجمل وأهدأ البنايات في العالم، اللي داخلها لا بطران ولا ما عنده شيء ولا متونس، اللي داخلها شاب عظيم مريض مقهور مخلص فليساته على العلاج تعبان من كل الأمور. لذلك المستشفيات وقطاع الصحة مهم جدا العمل بهذا القطاع وأيضا الاهتمام بهذا القطاع. شفنا صور انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي عن مستشفى، أنا لو ما قارئ العنوان كان قلت هاي والله بالهند بريطانيا بغير دولة، يعني ما كنت أتوقع أنه هي هاي بالعراق في بغداد مستشفى ابن البلدي. خلينا نشوفكم الصور احنا ونحكي ونشوفكم حجم الجمال اللي صار بهاي المستشفى بعد الإعمار، بعد توجيهات السيد رئيس الوزراء محمد شاه السوداني افتتاح مشفى ابن البلدي في مدينة الصدر بعد إعادة تأهيله. هذه صور من المستشفى، صورة هاي عبالك يعني عبالك شركة عالمية اقتصادية، يعني متشوف هذا أول ما تدخل ابن البلدي هوسبيتال. صورة أخرى طوارئ، احنا نشوف ما طوارئ المستشفيات يعني ما شاء الله، يعني بس بدينا نشوف عمل حلو. لذلك واجبنا وواجب ايضا الناس اول شيء نشجع على هذا العمل، ثانيا نحافظ على هذا العمل. هنا ممكن الدولة انتهى دورها بوضع المستشفى بهذا الجمال بهذه المكانة. هنا يجي دورنا احنا كمواطنين، ويجي دور الكوادر اللي تشغل هاي المستشفى، الكوادر اللي تنظف واللي تشغل المولدات واللي تشغل المي واللي يجي هنا دورها، ينتهي دور الدولة يجي هنا دورنا ودور الكوادر الهندسية والمختصين بهذا الموضوع. يعني يجب الحفاظ عليها. اليوم إذا أسوي شيء أنا داخل هاي المستشفى مثلا أخرب بيها شغلة، بنفس الوقت ما أخرب ببيتي، خب ما هي نفس الشيء، اعتبرها بيتك ولا تخرب ولا تكسر ولا تسوي. فخلنا نشوف الصور، نستكمل شوف الصور شوف الجمال. تتوقع أنه هاي مستشفى يعني لو ما ردهات ماكو هاي كان بتاعي مو مستشفى، شركة يعني مثلا شركة عالمية، شركة مهتمة بالاقتصاد وغيرها من الأمور. شوف عمال يعني عمل مستشفى حلو. نشجع على هيك أمور ونطالب وزارة الصحة وأيضا دولة رئيس الوزراء أكثر بعد أكثر اهتمام، أكثر حرص، أكثر عمل بهذا القطاع الخاص، يعني القطاع الصحي. ليش أقول خاص؟ لأنه هو فعلا خاص، هذا يراد لعناية خاصة، يراد لفتشي يعني مهم جدا واقع حال المستشفيات. وأيضا الشيء بالشيء يذكر، أنا أيضا ناشد وزير الصحة بموضوع مهم اليوم، موضوع الروتين
اللي يصير بالمستشفيات الحكوميه. هسه احنا شفنا فد شيء حلو هاي المستشفيات، اوكي اكو روتين اتمنى انه ما يبقى. مثلا عن مثل، انا شخصيا قبل فتره راجعت في مستشفى مدينه الطب. الطبيب طلب اكثر من تحليل، اكثر من اشعه، اكثر من مكان لازم نتوجه له، ناخذ المريض لازم ونروح. زين، اشعه بهاي البنايه، نروح مصعد بودي بهاي البنايه، ناخذ المريض ونجي. سونار نرجع ببنايه ثانيه نجيب نودي هذا. تقرير الطبيب اللي لازم يشوف هذا بغير بنايه، نرجع لنفس البنايه بالطابق الثالث بعدين ننزل. اكو روتين شويه معقد، والناس مرضى ما تقدر تروح وتجي وتروح وتجي. زين، وبنفس الوقت المرافق اللي ويا المريض لازم ياخذ المريض يعرضه على الطبيب، يوديه للاشعه، يوديه للسونار، يوديه للرنين. فاتمنى يكون اهتمام اكثر بهذا الموضوع، انه خاصه بمدينه الطب انه يحصرون الاماكن يعني بهاي البنايه فقط لهذا الدور، ما يحتاج مريض ينقله لغير بنايه وغيرها. هاي امور شويه روتينيه يعني شويه معقده. انا اعرف العدد كلش هواي، وشفت بعيني الناس المرضى والناس المراجعه كلش هواي ومقدرين هاي الجهود، بس شويه بعد واحد يجي على نفسه ويعمل اكثر لراحه المواطن. اليوم المواطن من يشوف مكان يعني يرتاح بي، من يروح المستشفى ما يلقى تعقيدات ولا صعوبات، من يروح الدائرة عنده معاملة ما يلقى تعقيدات. اليوم المواطن ما راح يحكي ولا راح يفتح حلقه، ما راح يحكي، راح يتشكر منهم ويسوي. وكثير هي الأمثلة، الجوازات الجنسية، المدرشن، المرور، هاي الأماكن اللي بيها مراجعات كثيرة. لذلك شوي هذه المواضيع إراد نهتم بها. خلينا نرجع لموضوعنا وأيضا نستكمل وياكم الصور. هاي الصور شيء جميل ومفرح، حلو حلو من نشوف هيك مواضيع. صورة أخرى، أعتقد هذا الرنين أو ما أعرف شيء صحولة أو ما أعرف أنا بهاي الأمور، رنين أو غيرها. أجهزة أيضا شفنا جديدة، وهاي هم عاشت إيديهم. هاي يمكن اعرفها، هاي يمكن مال الخدج هيجي لاولاد الحديثي الولاده او الاطفال الحديثي الولاده. هاي اعتقد مال يعني اجهزه جديده، مستشفى بناء يعني اتعمرت نظيفه، يجب انه نحافظ عليها. ايضا صور اخرى، وجبات الطعام تتقدم بشكل جميل، سلفنه وجبه كامله، موجود صمون، موجود تمن، موجود مرقة، موجود مي، وأنا أشوفهم لبن وتفاحة وبرتقالة وموزة، كل شيء يقدمون وياها. لذلك هذا أيضا أجهزة جديدة، هذا هو المطلوب. المواطن ما يطلع برا ويسوي تحاليل أو يأخذ أشعة أو يأخذ سونار أو يأخذ رنين، لا، داخل المستشفى وأجهزة جديدة زين وكوادر موجودة في وزارة الصحة. هذا هو اللي يريده فقط، لا أكثر ولا أقل. زين، هاي الصور، هاي حتى جايبين للأطفال اللي يخافون أو يضوجون، جايبين لهم ملاعب. هاي ونسة يعني، هذا مربوط بأكسجين على ما أعتقد، الطفل إذا ما يريد يصعدوه بالسيارة. هذا دلال بعد. بنفس الوقت هاي هنا أجلكم الله حاوية ترمي النفايات، يعني نحافظ على نظافتها، على نظافة الممر، ردها المستشفى، النفايات أرميها بالمكان المخصص، ما أكسر، ما أخرب، ما أسوي شيء. هو هذا المطلوب. انتهى دور الحكومة، انتهى دور الدولة، هسه دورنا إحنا كمواطنين وككوادر هندسية. هذه كانت صور من افتتاح مستشفى ابن البلدي في بغداد. التعليقات يقول محمد، أي مشروع بالعراق ما ينفرح به اذا ماكو شيء اسمه ادامه. فعلا يا محمد، الادامه مطلوبه، اللي هي الكوادر الهندسيه التابعه للوزارات. مثلا بالملاعب، من ينفتح ملعب لازم اكو كوادر هندسيه متخصصه بالادامه، سواء ارضيه الملعب او المدرجات، النظافه وغيرها. المستشفيات اكو كوادر هندسيه مختصه سواء بالنظافه او غيرها من الامور، كذلك كثير من الامور انه الادامه.
علي يقول اذا يريدون يحافظون عليها يفعلون ورشه صيانه 24 ساعه والمفروض يخلون مدير اما يكون غير متسامح مع الاخطاء المتكرره او مدير اجنبي، ولازم الموظف والمراجع يتحمل مسؤوليه النظافه والمحافظه على ممتلكات المستشفى. غسان يقول انتهى دور الحكومه، الآن الدور على الإدارة والمواطن في إدامة النظافة والمحافظة على مرافق المستشفى والأثاث والأجهزة التخصصية فيه. أمير يقول توجيهات السوداني تؤدي إلى تحويل مستشفى ابن البلدي بمدينة الصدر إلى الشكل الأوروبي. أما علاوي يقول المستشفى الأول في مدينة الصدر من ناحية النظافة والخدمات الصراحة شغلي يخبل، وإن شاء الله باقي المستشفيات تصير بالمثل. هذا كان آخر تعليق من قبل علاوي. لذلك نتمنى ونرجع ونعيد ونكرر كلامنا، يجب المحافظة على الممتلكات العامة. اليوم مو بس أنت تروح وتذهب للمستشفى، أكو غيرك يروح مريض للمستشفى، لذلك الحفاظ على هذا الموضوع مهم جدا وضروري. شكراً لكل الأشخاص اللي يعملون من أجل المواطن ومن أجل البلد، سواء كان وزير أو رئيس وزراء أو موظف أو مدير عام أو طبيب مهندس، كلهم شكرا لكم لأنه تشتغلون للبلد. هذا كان موضوعنا الثاني في فقرة فيس تو فيس. موضوعنا الثالث والأخير في هذه الفقرة، مين أبديكم بي ما أدري، والله العظيم يعني أجيبها منا وديها منا أفكر بيها. خلي اسولف لكم شغله، حالات الطلاق اللي تصير بالبلدان كثيره وبالعراق بعد اكثر. يعني مثلا نشوف احنا مرات بالشهر 4000 5000 6000 حاله طلاق، اوكي بس ما نشوف بالساعه الوحده 6 حالات طلاق بالشهر اللي مضى اللي هو الشهر الرابع، لا هاي هنا أنا نوقف. 6 حالات طلاق للساعة الواحدة، بالساعة الواحدة في الشهر الماضي اللي هو شهر أبريل نيسان الشهر الرابع، 6 حالات طلاق بالساعة الواحدة. هواي الرقم، جيبها نوديها هواي. أعزو السبب أني لا تسمحوا لي أحكي رأيي الشخصي، الزواج والارتباط مو لعبة، ولا كبر يلا خلي نزوجه، ولا كبرت يلا خلي نزوجها. الزواج تفاهم، زواج استقرار، ناس تعرف ناس، كثير من الأمور تدخل بهاي الخانة. خلينا نشوف الموضوع تفاصيله ونشوف رأي الناس أفضل من رأيي، يمكن أعتقد أفضل من رأيي. القضاء العراق شهد كل ساعة ست حالات طلاق خلال الشهر الماضي، كل ساعة ست حالات طلاق. سعد يقول 6 حالات في الساعة الواحدة تحت شعار زوجه حتى يعقل والزواج ستر للبنية، هاي النتيجة. يصدق هاي أنا سامعها، زوجه حتى يعقل، اي بالعكس ما يصير عمي، الزواج مو لعبة. صادق يقول سببها القانون الفاشل هو اللي شجع على الطلاق. هذا رأي صادق اللي هو ما اعرف يا قانون وش يريد يفسر ما اعرف. حسين يقول لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، ويعزي اسباب ذلك الى عدة نقاط اهمها صعوبة العيش وتدهور الوضع الاقتصادي لرب الأسرة. زين. 2 قلة وضعف الوعي لدى الطرفين في فهم موضوع الزواج وأنه ارتباط واستيعاب وتحمل بعضهما الآخر. 3 دور الأهل ضعيف في تذليل الصعاب بين الزوجين وتفهيم الطرفين إن الحياة فيها الأبيض والأسود، وفيها الجميل والقبيح، وفيها تقلبات الدنيا، فيجب التعاون وتحمل المسؤولية. 4
يقول 4 عدم فهم الزوجين وتنازل بعضهما عن بعض في كل شيء في المعاشرة بالحسنى في كل شيء. عدة نقاط ذكرها حسين قمر الكعبي في تعليقه أو تعقيبه على هذا الموضوع، موضوع الزواج، صعوبة العيش، قلة وضعف الوعي، دور الأهل ضعيف، عدم فهم الزوجين. يعني هو حللها بشكل منطقي بصراحة، حللها بشكل منطقي. دور الأهل دور مهم باحتضان الزوجين، تفهيمهم انه الحياة مبنية على أسس، قلة وضعف الوعي لدى الطرفين. هنا نجي موضوع اللي بعد ما ناضج مو شرط انه خليه يتزوج، هاي نقطة. عدم فهم الزوجين، انا اليوم اذا زوجين ما متفاهمين صعب ازوجهم. ترى قبل كانت الناس على لاهيتها، يبع وخذ، زوجوا في مال لا في مال لا. يوم الناس انفتحت اكثر، صارت اكو ديمقراطية، صارت اكو حرية، صارت. فلذلك موضوع مو سهل. فانا اشوف انه تعليق حسين واقعي. وتين تقول الطلاق صار مشروع مربح لبعض النساء بحجة الطلاق تاخذ نفقة ونفقة اطفالها والحضانة الها، اكيد القانون يشجع على هذا الشيء. معقولة يا وتين؟ ما اتفق وياك. مستحيل انه وحده تتزوج على مود تتطلق على مود تاخذ نفقه، ما اعتقد هذا الموضوع. ضياء يقول السبب الاول والاخير هو مواقع التواصل الاجتماعي بسبب سوء استخدامها. مواقع التواصل الاجتماعي، هواي ناس تعاني من سوء استخدام في مواقع التواصل الاجتماعي، بس ما اعرف ليش. يعني بالنهايه هو منبر، بالنهايه هو عالم افتراضي، يفترض انه اكون اني في هذا الحساب، يفترض انه اكون اني صاحب هذا الاكاونت، هو عالم افتراضي يفترض. يجوز مو اني، يجوز غير شخص يدير صفحة او اكاونت شخصي ويحكي عني او يحكي عن غيري او او او، هو بالنهاية عالم افتراضي سوشال ميديا. يعني ليش هذا يصير سبب؟ ما اعرف، بس الأكيد نعم هو صار سبب في الكثير من الأمور. وصلت مرحلة في الدول العربية كنت أقرأ أخبار طلاق مثلا سعودي من زوجته، طلاق إماراتي مدري شنو من زوجته بسبب مسلسل تركي، بسبب طلاق مصري من بسبب مدري شنو مسلسل مدري. فعلا مو فقط. طبعا هذا كان آخر تعليق بخصوص هذا الموضوع اليوم، موضوع حالات الطلاق. مشاهدينا الكرام وصلنا الى ختام فقره فيس تو فيس، فاصل قصير وفقره الترند تيوب، خليكم ويانا لا حد يروح بعيد. اهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. البارحه بس مو بالحلم، لا بالواقع، مطرت يمكن بيض، مطرت حالوب في بغداد ومناطق عديده من بغداد. اللي راح يشوفه يقول عمي هذا مو حاله بهذا بي، خلينا نشوف الفيديو. هم زين لحقوا وغطوا السيارات، لان هذا زين اللي يمشي بالشارع شنو قبل براسه خطيه، وانت تباوع عليه تقول هذا مو، تقول بيضه هاي كبرها ما شاء الله. يعني ما شاء الله تبارك الله، البارحه في مناطق واسعه من بغداد مطرت حالوب. يا شهر احنا هسه شهر الخامس، يد بالشهر احنا 21/5، مطرت حالوب. عم زين كل الزين ما شاء الله، احنا نأمل انه يبقى عمي ما نريد حالوب، نريد مطر. عمي ما نريد مطر، ما نريد شمس عالية، بس كون يبقى الجو هيجي، لان بصراحة الجو بالعراق عبارة عن حر فظيع من يجي فصل الصيف.
تقول نادرة سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله. أما أحلام تقول سبحان الله وبحمده ما شاء الله اللهم زد وبارك. مرتضى بحرب يقول الحمد لله على كل حال ربي. أما جوهرة الصباح تقول سبحان الله العظيم لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه كانت تعليقات فيديو الحالوب اللي صار في بغداد، المطر اللي صار يوم أمس. هذا كان آخر تعليق بخصوص فيديو الحالوب اللي مطر. الفيديو الثاني فيديو أيضا مهم ونحلله احنا سوا، نحلله ونسولف ورا ما نشوفه. ادري ايش طببك هنا، شلون جيت، ليش، وين دور الاهل؟ عمي على هالاطفال هسه جاي يشوفهم، الله يساعد اهلهم. يعني بس احنا راح نحكي شوي عن الرقابه، رقابه الاهل. بس ادري هسه ايش طببك هنا، هاي غسالة داخل بالنشافة تغسل هدوء تغسل الملابس، ايش طببك هنا؟ وذول رجال الدفاع المدني بارك الله بيهم جوه ونقضوا وطلعوا من الغسالة. يا اخوي يا حبيبي، يعني والله اطفالنا يعني بعد كم سنة ما ادري ايش يصيرون. واحدهم طرزان يوقع من الدرج، يشيت من السطح، يطب سالة، يصعد على النظة، ما ادري ايش يصحوا له، يطب على الكاونتر، يطب على المغسل. يا اخي شنو السالفة؟ ملاعيب وعدكم، سيارات وعدكم، طوبات وعدكم، شو تشتردون بعد؟ طب الغسالة ليش؟ بنفس الوقت الاطفال يجب انه تكون مراقبة عليهم من قبل الاهل. يا جماعة الخير الى عوائلنا الكريمه، خصوصا امهاتنا، يعني نعرف من الاباء مثلا بالعمل بالشغل، الامهات هي اللي تبقى بالمنزل، ربات المنزل المحترمات. رقابه يجب ان تكون على الاطفال اللي بيجي عمر شديده، ما اخفي اللحظه عنه، ما يعني لازم. حتى لو ليش المراه قويه، نقول المراه قويه لان تشتغل لها سبع شغلات بحاله بآن واحد، زين، تغسل المواعين، مشغله الغساله، تنظف البيت، ما ادري شنو بآن واحد، زين. يعني بصراحه ما حد يقدر يسويهن، بس النساء. نفس الوقت لازم اخلي انا بالي ويا من ويا الطفل، وين راح وين. ويفضل لو اجيب له حجله، لو اجيب له مرجوحه، لو سياره، واخليه يلعب يمي بالمكان اللي انا اشتغل بيه، حتى يصير امام عيني، لان هاي ما طاب الغساله للنشاط. طبعا الحمد لله وشكر وما بي شيء وخرج بسلامه، نقدر رجال الدفاع المدني. بس يعني ايش دخلك، جابك منين، جيت يا اخوي؟ خلينا نشوف التعليقات حول هذا الفيديو. يقول او تقول بغداد علي، يعني الاطفال عفي ايش قد وكيحين، وتغفلون عنهم ثانيه يسوون كوارث. اي يعني هو فعلا لازم الام الله يساعدها والله ما تغفل ثانيا، لان بس راح سوى له مشكله. هذا الموضوع. سيزار يقول زين، اولا ايش دخله بالنشافه مال الغساله، ثانيا الدفاع المدني ما عندهم منشار كهربائي صغير يقطعون الغساله بلحظه ويطلعوه منها، ترى 2023 وما شاء الله الميزانيه بالتريليونات الدولارات، ما تعرف وين تروح، اكو مناشير على الشحن صغيره. يا اخوي يا هسه ما سووا؟ طلعوا بعدين هاي المناشير، يجوز عندهم ما احتاجوها، يجوز ما احتاجوا يقصون الغساله، يعني مثلا عادي طبيعي. يعني انت مو شوف، خلي اقول لك شغله، مو اي ما نحكم، يجب انه ما نحكم من الصوره بس، خلف الصورة اكو شغلات امور يجوز احنا ما نعرفها، لذلك ما نحكم مباشرة. يجب انه نتعلم هذا الموضوع يا سيزار، يعني قيصر.
ريف هاني تقول الحمد لله على سلامته. الاهل وين؟ وين الاهل؟ مخليه علامه استفهام. الاهل وين؟ اللي قاهرني هي الام خطيه راحت غسالتها وبارك الله في جهود الدفاع المدني والله يستر منها الطفل. اخر تعليق من عارت تقول هسه راح يقولون الام وين والاهل وين اذا هم مو جهال. زيابك والله اتذكر قبل الجاهل يقعد ساعه شي تنطي لعبه هسه ابد. صدق زيابك ذكرتينا بالزيابك. زيابك زيابك يعني اعتقد يعني الزئبق لانه يدخل فاعتقد يسموه زيابك. يروح يجي يا وكح زيابك طرزان. هذا كان اخر تعليق بخصوص هذا الفيديو اللي فيديو الطفل اللي بالنشاف. الفيديو الاخر هو فيديو لعراقي فرحان بمحصوله. خلينا نشوف الفيديو. فيديو حلو فيديو ممتع يعني فرحان بعد تعب وموسم حصاد وفرح باللي طلع له فرح باللي شافه. البعض انتقده قال له المفروض تشكر ربه واكيد شكر ربه واكيد سجد واكيد يعني سوى كل ان شاء الله تاخ جاي يبوس ينزل يبوسه ويخليه على قصته. البعض يقول له شلون ترقص هيجي مو هذا ما ادري يعني خلي الحياه شويه سهله. واكيد يعني اكيد هذا الانسان البسيط هذا الفلاح المزارع البسيط فرحان مبتسم باللي صار له. هاي ثمرة كل شخص يعبر عن نجاحه. من نشوف لاعب يقول يسجل هدف، من نشوف فريق ياخذ بطولة، من نشوف شركة تربح، من نشوف مثلا عراقي او شخص او رياضي او ملاكم او ما اعرف شنو يفوز يسوون حركات وبهلوانيات ويصعد ويجي. هذا المسكين فرح بلقطة عفوية المحصول اللي تعب عليه وسهر عليه فرحان به. لذلك نقول له ألف مبروك وإن شاء الله أكثر يزيد. خلينا نشوف التعليقات ماذا كانت حول هذا الفيديو بالتحديد. جنات تقول الرزق الحلال شقد يفرح وبطعم. يقول ما أصعب رزق الحلال في زمن انتشر فيه الحرام. سجود يقول شايفين ايش قد تعب عليهن يلا وصل اليوم الحصاد ربي رزقه. اما ابو الحسن يقول احمد الله وشكروه مو ترقصون شو جاكم يا اخي خطيه. خليه فرحان. هذا كان اخر تعليق بخصوص هذا الفيديو. خليه فرحان خليه متونس بالحصاد اللي تعب عليه وسهر عليه. هذا كان فيديو المزارع العراقي. خلينا نشوف الفيديو اللي بعد الفيديو المخيف الفيديو اللي لا شوفوه. هذا الفيديو هاي اللقطة هذا اللي جاي يسوي هو نوع من انواع المخدرات يطلقون عليه تسمية الزومبي. هذا الفيديو بالكويت دولة الكويت انتشر بصورة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي. وين وصل الحال بالبشرية؟ زومبي حول الانسان هو يسموه زومبي. هذا النوع من انواع المخدرات اتعاطاه هذا الشخص. شوفوا مصيره شوفوا شنو جاي يسوي. تفضل. الله يبعدنا عن هيك امور يبعد شبابنا ويبعد بلدنا. نوع من انواع هذا نوع فاخر ما شاء هذا من السوا كون اشوفه. تفضل يلتوي بالارض ويجي عبالك مضروب طلقه عبالك صاير عبالك بيصرع عبالك الناس تدفع دم قلوبها على مدة تخلص من الامراض هاي مرض الصرع غيرها الشمره هاي الامور. انت تروح تشتريها بفلوسك تشتري نوع من انواع المخدرات وهيك يصير بيك. عمي هاي كارثه.
هاي مصيبة. مخدر الزومبي ما شاء الله، مخدر الزومبي باش يسوي بالشخص؟ مع الأسف والله، يعني أتمنى ما يدخل بلدنا هذا النوع، أتمنى بصراحة، لأنه هيك أنواع ما يعني مخيفة جدا. مشاهدينا الكرام، وصلنا لأختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الوسم، حتى ألتقيكم في الحلقة القادمة بكم في مالا.